لما فيروز تحولت لأيقونة كان هالأمر بسبب ارتباطها بالأرض ورمزيتها وبالوطن وقدسيته بشكل أساس. فيروز اللي حملت لبنان على صوتها وين ما كان بالعالم هي أسمى من كل المناصب اللي بتتبدل فيها الناس وبتتغير فيها المعادلات، وفيروز بتبقى من دون أي شك السفيرة الأساسية للهوية اللبنانية الأساسية بكل اللي حملته بقلبها من حب للبنان. إيماني ساطع يا بحر الليل، إيماني الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني ولا بيتعب إيماني، أنت اللي ما بتنساني. بيقول أنس الحج برسائل عاصر رحباني: قصة الفن الرحباني قصة أمل وخيبة. فينا نختصر قصة المحطة بهالجملة اللي بتجمع الأمل بمحطة كانت كذبة متل راجح، وصارت خيبة أمل لما أجا الترين وكلهم حصلوا على تذاكر إلا وردة اللي وعدت بالمحطة. ببعضه السيكولوجي والإبداعي بيحمل هالعمل كتير من العبثية والسوريالية الرحبانية بخلاف كتير من الأعمال التانية، ولكنه بيحمل بعض وطني أيضاً لأمل يمكن ما يوصل ولكنه مهما تأخر جاي. أكيد أنا برأيي المحطة ولدت بعد تقديم بانتظار كودو التي تقدمت على مسرح لبنان وشاهدوا الأخوان رحباني، يعني في خبر أنه شاهدوا في هذه الفكرة أنه بانتظار كودو، ونتحولت لبانتظار مسرحية سامويل بيكيت تحولت لشي تاني تمام كليا، ما عم بقول أنه في علاقة أبدا، بس سبونتو مثل ما بقولوا بالطلياني، يعني الفكرة الأولى كأنه الشرارة الأولى من هون. فالعمل مثير طبعا، والفكرة على فكرة سابقة، يعني بالمقابلات حتى في كلام عن المحطة، يبدأ الكلام عن المحطة منذ عام 1971. ما بيضيع اللي جاي رجعت فيروز على بعلبك بالسنة اللي بعدها على أمل الكذبة اللبنانية اللي اليوم مننظر لها بمشهد مختلف. كانت المتاريس بلشت تنبنى والظلم يزيد والعوامل الداخلية والخارجية تضغط، ولكن حالة الإنكار مستمرة ببلد عايش على صفيح ساخن، ولكن بيهوى جمع المفكرين المضطهدين من المحيط من ميل وسهر الليالي من ميل آخر. قصيدة حب، الأنتروبولوجيا اللبنانية بتتجسد بأعمال وأصالة وأغاني بتجمع كل خلاصة العلاقات بين أفراد حكم عليهم التاريخ والجغرافيا أنهم يجتمعوا. والمصالحة القروية اللي بتصير على إيد فيروز ما بتختلف عن كل المصالحات اللي قاد صوتها على مر السنين، لما ترجع تجمع الناس على المحبة والألفة لما يكونوا ناسيين شو سبب الخلاف. عام 1974 كان لبنان تغير من دون ما ينعرف لوين رايح. كان عهد سليمان فرنجية عم بيعاند الأزمات الداخلية وعم يتأثر بالصدمات من حروب المنطقة، معارك الجيش والفلسطينيين عام 1973، تظاهرات العمال بكل المناطق، والغليان الدائم على الدور وعلى الهوية. كان واضح أنه سنين العز بلشت تنحسر وأنه سنين الظلم عم بتلوح.
لولو اللي انحبست 15 سنة ظلم هي استشراف لبلد رح ينحب الظلم بحرب 15 سنة بدوره. وهالعمل اللي انعرض أولا بدمشق حمل مرة جديدة قصيدة هي بالغار كل ليلتي بحب لدمشق من بوابة لبنان. يا شام لبنان حبي غير أني لو توجع الشام تغدو حبي يا شام بالغار كل ليلتي أم بالنار يا شام. ظهرت لولو على عالم جديد ما بتعرفه، اختلفت فيه كل المعادلات، والقهوة اللي كانت على المفرق خسرت فيها مكانة ودورة، وما بقى من الذكرى إلا وطن عم يتغير. في قهوة على المفرق، في موقد وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار. جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر، الانتقاد الساخر بمسرحية لولو للطبقة السياسية بلبنان هو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي كان موجود، وهو محاولة لتطوير العملية الانتخابية لدفع الناخبين إلى طرح تساؤلات ودفعهم إلى تغيير دوافع اختيارهم للمرشحين. وإنما للأسف كمان مرة تانية يعني المسرحين عرضت بال74 كان مفروض يصير في انتخابات نيابية بال76 ما صارت، ولا ترجع تصير انتخابات صارت ب92. المجنون له حق حاكم العالم، الطيارات رمادية مثل الترغل، انفجار القنابل فضي بلون الشمس، ناس بالخنادق، ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذب، صار الحبس كبير وكل حكم بالأرض باطل، حلو يطلع الضوء. وبعيد الاستقلال عام 1974 وكأنه اللي منعرفه ما عاد موجود، رميت فيروز صوتها لبعيد عم تسأل عن البلد اللي عم يبتعد بالبعد الأدبي عن اللي كان فيه. احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة. حكيلي حكيلي. عام 1975 حكيت ميسر ريم قصة الحرب قبل الحرب، وافتتاحها بدمشق كان بقصيدة حملته بيروت بالوقف الدايمة بالقصايد اللي لو إنها بتغني لدولة تانية بتجعل من لبنان وبيروت تحديدا صانعة المجد الأبدي. حملته بيروت في صوتي وفي نغمي، وحملتني دمشق سيفة في القلم. حملت بيروت في صوتي وفي نغمي، وحملتني دمشق السيف في القلم. فنحن لبنان وسر النسر دارتنا، والشام جارتنا يا جيل
حيث الريم قصة سيارة مقطوعة قبل بأشهر قليلة من الحرب. السيارة المقطوعة هي قصة البلد اللي مش عم يمشي، ومش بالصدفة انه السيارة اللي عم بتسوقها فيروز بالمسرحية هي موديل سنة 1943، سنة الاستقلال. كان واضح انه في شيء وقف او رح يوقف. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يكفي شهادة بشي، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين هي الورشة. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يكفي شهادة بشي، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين هي الورشة. كسرت الحرب كل الأحلام، والبلد اللي كان يغني للعز صار واقف ورا متاريس وحدود النار، والسيارة اللي مش عم تمشي طلعت بوسطة بعين الرمانة، وبلد الفرح والأغاني صار بلد الدخان والورود. عام 1976، بعد أقل من سنة على الحرب، حملت فيروز صوتها لبغداد، ومن شعر منصور الرحباني غنت لبلد عم بتعانده الريح ولكن باقي عنده الأمل أنه يقدر يكسرها. دخلت القوات السورية للبنان عام 1976 لمواجهة الفلسطينيين بعد عملية استيلاء فلسطينيين على فندق سميراميس بدمشق، وتعزز الدخول السوري بترحيب من الجبهة اللبنانية والدعم العربي لمساعدة لبنان على الحد من حركة منظمة التحرير. وبمعرض دمشق الدولي سنتا، لما غنت فيروز يا شام عاد الصيف، ترجمت الترحيب بالمبادرة العربية اللي جاية تبلسم جراح لبنان وتوقف النزيف اللي صار عمره سنتين. بسنتا انطلقت الأسطورة اللي بتغنيها فيروز عن بلد جريح لو قد ما كترت أزماته ما بيقل الحب لإله. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو أغنية بحبك يا لبنان تغنت بمعرض دمشق الدولي عام 1976، وترددت بكل بقعة من الأرض لما صارت حفلات فيروز بالخارج عم تصنع دبلوماسية الفن لبلد صار هو الحنين من بعد ما كان الرمز. مزروعة داير نار وبواريك، قلت له البلدنا عم يخلق جديد.
عام 1977 ولمناسبة يوبيل الملك حسين بالأردن، رسموا الأخوين رحباني وفيروز قصة مملكة بترا على مأساة التراجيديا اللبنانية. لتكون قصة موازية لبلد جريح، رح تقدم له فيروز للمرة الأخيرة عمل مسرحي قبل ما تنكفئ قدام أصوات الحرب. يعني الكلام عن بترا يقود الى سؤال اخر حول عمل لم يعرض، هو زمان اليسا، بس اللي اعلن عنه ويبدو كان جاهز للتسجيل ولم يسجل بسبب الحرب سنة الـ 75، وصارت وقتها صار انتقل عمل الاخوان رحبان وفيروز الى الخارج بسبب الوضع الحربي، وصارت هون بترا. فبترا قدمت في الأردن قبل. يا ريت في صرخ بوجه الكبار كلهن حج يلعبوا فينا أحرار، بدنا نضلنا أحرار ولا بدناش نهار توصل مراكبنا على المينا. يا ريت تمن الحرب اللي بيدفعوه الكبار والصغار كان ترجمة مسرحية بترا بكل المأساة اللي حملتها. مملكة بترا هي لبنان بزمن آخر، وهي الوجع اللي ما بينحمل لما ينحكى عنه. يا زهرة الجنوب، يا عصفورة البكي، يا زغيري غفريني. وكأنه الرحابني عم بيقولوا للبنانيين أنه بهدف الحفاظ على حريتكم واستقلال بلدكم في ثمن كتير كبير بده يندفع، اللي هو استشهاد ولادكم. والاعتماد الرحابني على بترا اللي كانت مملكة بالبادية السورية بالحقبة الرومانية، بعتقد منه وليدة صدفة، لأنه هذه المملكة هذه أنشئت ونميت بفضل الإمبراطورية الرومانية، وكان إلى دور هذه المملكة مشان تشكل مثل حاجز بين الإمبراطورية الرومانية والأراضي الصحراوية اللي كان عم يجي منها غزوات القبائل العربية، وأيضا تشكل حاجز أو ما يقول بالجيوبوليتيك بالزون تومبون مع الإمبراطورية الفارسية لمنع غزوات الإمبراطورية الفارسية. يا ملك النصر، يا سيد الفرسان، شبهتك بحقل الزيتون، شبهتك بعجلون بالثلج الأبيض على حرمون بأرضي من لبنان. يا هالملكي يلي حكمتي
وكنت المسؤولية بغياب الملك، وتعبت وضحيتي بغياب الملك. فرحي بالنصر فرحي بالأبطال، بدرة أدر ورجال. يا سيد المملكة تمسك بالفرح، وتصيد السعادة شلال انجرح. يا ملك النصر وقف الساعة اللي جاي، لو تعرف شو كلف النصر. فإشيا انقالت إشيا ما انقالت، وبعد ورا الدمع مخباي. التضحية الكبرى اللي دفعتها بترا لما ضحت ببنتها للمصلحة العليا هي الملحمة التاريخية اللي حكيت عن الماضي والمستقبل. ضحت بالبنت الصغيرة زهرة الجنوب قبل ما يعرف الملك شو كلف النصر. وبانعكاس للحرب على لبنان تقدمت بترا بمكانين مختلفين بيعكسوا الانقسام، مرة بالبيكاديلي ومرة بكازينو لبنان. صار بلد مقسوم ومن انقسامه عم ينزف وعم يتدمر. وبعد قدمت في دمشق على كمان ما شاء الله الى عروضة تعدوا 40 عرض، اللي هو رقم كثير كبير بأيام. يعني بلشت فيروز بليلتين بمعرض دمشق، يعني سنويا صاروا يزيدوا، يعني وصلوا مع بترا للأربعين. يفتتحوا أعمالهم بقصائد بخارج لبنان، وهون افتتحوا بترا بسبب الحرب. يعني كان بهذا الجو افتتحوها بعمل لبناني، هو رجعت العصفورة. وبالمناسبة ختام كان دايما بآخر المسرحية تغني فيروز أحبك لبنان. رجعت العصفورة تعشش بالهرمين، والسوسنة رجعت تزهر من جديد. اجت الشتوية تجمعوا العشاء، رجعت المدارس اطفال وتلج عيد، وطلع السماء ومد جناحه، بس اللي راحوا راحوا. رجعت العصفورة اللي افتتحت فيها فيروز مسرحية بترا بلبنان كانت الإقرار بأنه اللي راحوا راحوا، ولكن أبقت على الأمل بالعودة بالنهاية، لأنه ما في ظلم على الأرض بيكمل. رح نرجع من حرايق، رح نرجع من شوارع، رح نرجع من حرايق، رح نرجع من شوارع، حتى من هالمدافع رح نرجع. ولبنان الحقيقي جاي، لبنان البساطة جاي، لبنان الحقيقي جاي، لبنان البساطة جاي. عام 1979 حملت فيروز وجع الأرض المجروحة لباريس بحفل الأولمبيا التاريخي، ولتهدي باريس غنية الافتتاح كان لابد أنه تنقل معه وجع لبنان. لبنان بعت لك بقلبي سلام ومحبة.
فرنسا اللي كانت الدولة المنتدبة وتحولت مع السنين للأم الحنون ولراعية الأقليات وحامية التعددية بالصداء المستمرة، حملتها فيروز بصوتها وحملتها كل الأمل بعودة لبنان. عن وطني الجريح، عن وطني اللي متوج بالخطر وبالريح، قصتنا من أول الزمان. بيتجرح لبنان، بيتهدم لبنان، خبرت فيروز العالم كله على مسرح الأولمبيا عن مأساة هالبلد، وترجمت كل المخاوف من اللي تحول لقلو البلد الجريح اللي عم تشكي همومه بصوتها. سكروا الشوارع، عتموا الشارات، زرعوا المدافع، هجروا الساحات. وينك يا حبيبي؟ بعدك يا حبيبي؟ صرنا الحب الصارخ، صرنا المسافات، اشتقنا للأيام السعيدة، أيام السهر عالطريق، عجب سير ومشاوير بعيدة، ونتلاقى بالمطعم العتيق. وبتبدل لغة الأغاني من الإصرار على أنه رح نرجع للغة إن شاء الله نرجع، نفس العالم من بوابة باريس هوى بيروت وهوى الحب لمرة أخيرة. خلصت الحرب، سكتوا البواريد، بس السلام ما بيصير على الورق بس. قبل ما ترجع فيروز تغني ما بتكون الحرب خلصت. قرب الموعد والشوق اكتمل، وعام 1994 صارت فيروز هي الرسولة اللي رح تعلن انه سكتت البواريد وانه بيروت رجعت. فيروز اللي ترجمت كل تاريخ لبنان بأعمالها وحملت صوتها سفيرة لأم بنت على حبال صوتها، قربت السلم من الناس ولو أنها غنت قدام حجار مدمرة ومدينة مخردقة مبنية من الأزمات. وليكمل السلام رجعت فيروز على بعلبك مرة أخيرة عام 1998 لتكفي اللي كان بدها يوم تعمله قبل ما تمنع لغة السلاح. طلعت بعلبك بعد 20 سنة، السنة إذا شافت حالها تيدلني. طلعت بعلبك بعد 20 سنة، السنة إذا شافت حالها تيدلني.
ما لم يتم تقديمه في 75 في بعلبك تم تقديمه بعد كل هذه السنوات في بعلبك. كانت نفس الفكرة من ثلاث مسرحيات، هن جسر القمر وجبال السوان وناطورة المفاتيح، نفس الفكرة صارت بعد هذه السنوات. آخر مرة كل اللي تدمر بتصالحه فيروز، وكل الخلافات بتصالحها فيروز، مثل ما صالحت بعد حرب 58، مثل ما رممت الكذبة وجمعت التاريخ ودخلته وصارت هي الرمز اللي فيه. لما ينكتب التاريخ بيكتبوا الربحان وبيمروا على انتصارات عسكر وخيل وسلاح، بس تاريخ لبنان أكبر. تاريخ لبنان صنعته أيقونة انسحبت من الصورة لتصير الأسطورة، وقبل ما تبعد نحتت موسيقى على صوتها وهذبت لغة بأدائها وواكبت زمن بتحولاته. لما ينكتب تاريخ لبنان ممكن ينكتب بسطور سياسية أو بانتصارات زعماء، بس لما ينكتب مجد لبنان ما بينكتب إلا بجسر الصوت اللي كانوا بعده هو الوطن. أنا بدي أعمر وطني